الخبر الاول اللي عدنا عن تسريب اغنيه نارين بيوتي الجديده للمره الثانيه. طبعا الاشخاص اللي ما شافوا المقطع السابق اللي كان بيه التسريب الاول فروحوا شوفوه. المهم نارين بيوتي نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي كانت ويا شخص وكانوا يرقصون على اغنيتها اللي بعدها الى الان ما نزلت، ولكن الستوري كان بدون صوت طبعا، مجرد تحريك شفايف. ولكن المهم كانوا كاتبين من جوا صح الاغنيه حزينه بس متحمسين كثير، فهذا يعني من الواضح ان الاغنيه راح تكون ذات طابع حزين، وطبعا هذا حيكون عكس اغانيها السابقه اللي دائما تكون بها التفاؤل وتغني عن الحب. الخبر الثاني اللي عدنا عن انس واصاله وحذفهم لهذه الصوره. طبعا الاشخاص اللي ما يعرفون شنو اللي صاير، فانس واصاله نزلوا على قناتهم بالمنتدى هذه الصوره. طبعا انا خافي تفاصيل الصوره لانهم حاذفيها، وطبعا سبب هذه الصوره تعرضوا لهوايه من التهجم، وطبعا من الواضح انهم ما كانوا منتبهين وبس انتبهوا حاليا، حذفوا هذه الصوره من المنتدى فلو تدخل ما راح تلقاها. صراحه حركه كلش احترم عليها انس واصاله، خاصه انهم حاليا من اكبر القنوات، فلما شافوا نفسهم غلطوا ولو بشيء بسيط فسمعوا الكلام المتابعين وحذفوا الصوره. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم حذفهم من الصوره وشو رايكم هذا الخبر. الخبر الثالث اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر. فأول يوتيوبر اللي هو نور ستار، فنور نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري واللي كانت الصورة من داخل برنامج المونتاج. طبعا هذا المقطع هو تقييم اليوتيوبر اللي صورته ويا أحمد أبو الرب، وبعد ما نازل لك الحيز القريبة على اليوتيوب، وكاتبة فيديو المشاكل وكاتبة تعبني إعداد هذا الفيديو. أما اليوتيوبر الثاني فهو باري تيوب، فباري نزل على حسابها بالإنستغرام هذا البوست اللي كان كاتب عليه شيل البيل، وهم كان كاتب ديم والله سويت فيديو كليب اقوى من هزيم الرعد منو يبغى يشوفه. طبعا من الواضح حتكون اغنيه ناريه لباري تيوب، فاكتبوا لنا بالكومنتات قد انتم متحمسين لهذه الاغنيه. الخبر الرابع اللي عدنا عن احمد ابو الرب والكورونا. احمد نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري واللي كان يسوي بيه فحص الكورونا، واللي من الواضح انه هو يسوي فحص الكورونا يمكن يريد يرجع للاردن، فمثل ما تعرفون هو حاليا بدبي. على كل راح احط لكم هذا الستوري اللي هم كان ويا غيث مروان وياه، شوفوا. الا لو نقصتك شو بصير؟ تدخل بنص منخارك ما تطلع. يا سؤال لا يهم. يا ماي موبايل نمبر؟ كيف الشعور؟ الخبر الخامس اللي عدنا عن تهجم المتابعين على نارين بيوتي. فنارين نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي كان فيه هذه الصورة، وهواي من الاشخاص اللي شافوا ملابسها اعتقدوا ان هي غير مناسبة للاطفال اللي تابعوها. هذه الصورة يا حبايب قدكم، صراحة ما ادري بس احس انه نارين يعني متعودة دائما تلبس هيك هدوم مو اول مرة. على كل يا حبايب اكتبوا لنا بالكومنتات هل هي تستحق التهجم او لا. وبس والله هنا وصلنا نهاية المقطع، اتمنى مقطع عجبكم، لا تنسوا تحطون لايك وتشتركوا بالقناة عشان يكون فيه زي مقالات مملكة القصص. وبس مع السلامة.